تنضم إلينا من القامشلي مراسلة الغد ناز. السيد ناز، ما تفاصيل هذا القصف التركي الجديد على الحسكة، وهل من خسائر بشرية أو مادية تذكر؟ صلاح، بالفعل جددت القوات التركية منذ صباح اليوم القصف المدفعي وأيضا استهداف بالطائرات على مناطق ونقاط مختلفة هنا على الشريط الحدودي السوري التركي، بدءا من مدينة القامشلي مرورا بعمودة درباسية وعين عيسى وأيضا ريف الشرقي لمدينة كوباني. حسب المصادر العسكرية التي تتواجد في مدينة كوباني، هناك 3 عساكر من الجيش السوري فقدوا حياتهم جراء استهداف النقطة لهم من قبل الطائرات الحربية التركية. يعني حسب المصادر بأن الطائرة الحربية هي من استهدفت النقاط الخاصة للجيش السوري في الريف الشرقي لمدينة كوباني. أيضا هنا في هذه المناطق تعرضت المناطق الحدودية التي تتواجد على شريط الحدود السوري إلى القصف المدفعي من قبل الجيش التركي هنا في ريف مدينة القامشلي. أيضا كان هناك استهداف، وأيضا جراء الاستهداف والقصف انقطعت الكهرباء بشكل كامل عن مدينتي الدرباسية وعمودة. يعني تم استهداف عدد من النقاط أيضا في ريفي مدينتي عمودة والدرباسية، وأيضا العشرات من القذائف وقعت في محيط بلدة عين عيسى. يعني الجيش التركي جدد هذا القصف بعد انتهاء قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي من الحملة التي كانت قد بدأتها القوات الأمنية داخل مخيم الهول لملاحقة خلايا عناصر تنظيم داعش. يعني كما رأينا تم إلقاء القبض على العشرات من خلايا عناصر تنظيم داعش التي كانت تنشط داخل مخيم الهول والتي كانت تقوم بعمليات القتل والتعذيب للمدنيين داخل المخيم، وتم مصادرة العديد من أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة وأيضا المسدسات من قبل عناصر تنظيم داعش. أيضا كانت هناك مشاركة من قبل قوات التحالف الدولي. طبعا يعني رغم قيام القوات الأمريكية بالدوريات في هذه المناطق خاصة في الريف الشرقي لمدينة القامشلي عفوا، إذا سمحت لي، هل من ردود أفعال لقوات سوريا الديمقراطية حول القصف البري التركي الذي تجدد في الساعات الأخيرة على مناطق تقبع تحت نفوذ قوات سوريا الديمقراطية؟ طبعا يعني النقاط التي تم استهدافها في الريف الشرقي لمدينة كوباني عين العرب هي نقاط تابعة للجيش السوري. يعني كما رأينا خلال الأعوام الماضية حسب الاتفاق المبرم انتشر الجيش السوري على كامل الشريط الحدودي السوري، وكان يعني هناك العشرات من النقاط للجيش السوري، وأيضا القوات الروسية أيضا تمتلك نقاط وقواعد في هذه المناطق. إلى الآن لا ردود من قبل الحكومة السورية ولا من قبل قوات سوريا الديمقراطية التي كانت قد أعلنت خلال الفترات الماضية في حال تعرضت هذه المناطق وهذه النقاط إلى استهداف أو قصف من قبل الجيش التركي أو الفصائل المسلحة، فإنها ستقوم بالرد للدفاع عن هذه المناطق وحماية المدنيين من أي استهداف من أي أو من أي قصف. يعني خلال هذه الاستهدافات المدنيين هم من يفقدون حياتهم جراء هذه الاستهدافات، كما رأينا خلال الأشهر الماضية العديد من الأطفال أيضا فقدوا حياتهم جراء القصف التركي، خاصة المسيرات التركية التي كانت تستهدف بشكل شبه يومي هذه المناطق وهذه الأحياء السكنية في مناطق الشمال السوري. يعني اليوم جدد الجيش التركي، يعني الجيش التركي لم يتوقف صراحة عن الاستهداف اليومي لهذه المناطق. اليوم كان هناك تكثيف وتصعيد من قبل الجيش التركي بدءا من مدينة القامشلي مرورا بالعديد من المدن والأحياء هنا في مدن الشمال السوري التي تتواجد على الحدود السوري التركي. يعني طبيعة الحال هذه المناطق التي تتواجد على الحدود السوري التركي، يعني هذه المنطقة التي تظهر خلفي مباشرة هذه التلال هي مدينة المصيبين التركية. يعني وهذه مدينة القامشلي، هذه أحياء مدنية وأحياء سكنية لا يتواجد فيها نقاط عسكرية، فقط من يتواجدون داخل الأحياء هم قوات أمنية، قوات الأمن الداخلي الأصايش، وينتشر على كامل الشريط الحدودي السوري التركي الجيش السوري والقوات الروسية. يعني هذه القصف وهذه الاستهدافات تتم أمام مرأى القوات الروسية وأمام مرأى القوات الأمريكية التي تتواجد في هذه المناطق وتمتلك قواعد كبيرة في هذه المناطق. طبعا هناك غضب بين الأهالي جراء عدم تدخل القوات الأمريكية والقوات الروسية لوضع حد ووقف هذه الانتهاكات وهذه الاستهدافات التي ترتكب بحق السوريين في هذه المناطق أمام الصمت الدولي
يعني ويقولون بأن الدم السوري مباح شكرا. أمام القوات التركية التي تستهدفهم بشكل يومي. شكرا جزيلا لك نازا سيد مراسلة الغد، كنت معنا من القامشلي.